عن يومها سندريلا عليها حظ كسر الصخر محكورة بالبيت وخذها أمير وأنا ألوي أحوس. صدمت الفنانة شمس الكويتية متابعيها وجمهورها بالإفصاح عن سعر أغلى حذاء استطاعت اقتنائه والذي يقدر ثمنه بالآلاف الريالات، مشيرة إلى أنها شخصية محبة لاقتناء الأحذية بصورة تكاد تكون مبالغ فيها. وأوضحت الفنانة شمس في لقائها ببرنامج كاربول كاريوكي بالعربي والذي يقدمه الإعلامي هشام الهويش على شاشة تلفزيون دبي أن الناس ينتقدونها في الغالب بسبب حبها للأحذية، ولكنها لا تستطيع الكف عن شراء الأحذية. وأكدت شمس أنها قد تندفع لشراء نفس الموديل في نفس الحذاء أكثر من مرة بنفس اللهفة في كل مرة وكأنه جديد عليها، فقط لتستمتع بشراء الأحذية التي تحبها. عزيزي المشاهد، تخيل أن الكون فيه 7 مليارات شخص ولا واحد من هالسبع مليارات وأجابت شمس على سؤال هشام الهويش الذي وجهه إليها حول أغلى حذاء اقتنته قائلة: يمكن أغلى حذاء اشتريته كان سعره 25,000 يورو. وتابعت موضحة أن سبب غلو سعر هذا الحذاء أنه كان مكتوباً عليه أنه أول حذاء يصنع في المجموعة وحصلت عليه من باريس. وصدم لهويش من إجابة شمس حيث أخبرها بعملية حسابية بسيطة أن سعره يقارب 115,000 ريال، لتجيبه بأنها لا تعلم ولا تهتم لأمر الحساب. واستنى حد يدلعني ليه وانا ممكن ادلع نفسي نفسي. واوضحت الفنانه شمس خلال نفس اللقاء مع هشام الهويش عبر شاشه دبي انها كانت فنانه غير محترفه قبل فتره قصيره وكانت تتخذ الفن كهوايه وشغف فقط. واضافت شمس انها بسبب حبها الخالص للفن لم تكن تتقاضى اي اموال من خلاله، ولكن على العكس كانت تحبه لدرجة أنها تصرف عليه من أموالها الخاصة دون غضب. وقالت شمس إن أصعب صدمة تعرضت لها كانت فراق شخص تحبه بالموت، مؤكدة أنها لم تعتبر نفسها فنانة سوى منذ 3 سنوات سابقة فقط. أنت مكسورة؟ يا بنت أم اللي يكسر. شوف الجبل. وكذلك كشفت الفنانة شمس الكويتية عن أعلى أجر تقاضته مشيرة إلى أنه كان عن حفلة رفضتها وليس العكس. وقالت شمس أن الأجر الذي عرض عليها كان 800,000 دولار أمريكي مقابل مشاركتها في أحد الحفلات. وأوضحت شمس أن أحد المتعهدين عرض عليها القيام بجولة غنائية خارج البلاد لكنها اعتذرت بسبب ارتباطها بحفلات أخرى فدفع لها ثمنها كي تتخلى عنها. يا